يعني الشهود جاوا ولكن ما كانوش شهود، يعني باقي تقريبا ما خلاش عاوتاني ديال الطب الشرعي اللي خاصو، باقي ما كملش ديال الاذن ديالي، وقالوا لي اجلوا حتى نهار 15 في هذا الشهر عاد ان شاء الله عاوتاني باش يخرج داك التقرير ديال الطب الشرعي، يعني الاذن ديالي باش تسمعوا واش مستهدمه ولا ماشي مستهدمه. كيفاش دايره الحاله الصحيه ديالك؟ الصراحه مازال عيانه حيت مازال كيضوني ظهري وراسي بزاف، عطيني الصداع حتى اليد ديالي، واخا درت لي عمليه مره عطيني الصداع من الهرسه اللي فيها درت لي عمليه. الصراحه كان قوي يعني، باش ما كان كيضربوني شي حاجه قاصحه ولا هكا باش كيضربوني. حتى الان قال لي ان شاء الله عندي العمليه في شهر 9، قالوا لي شهر 9 عندي العمليه، من ما يتفش ليا شويه حيت من فوق بزاف. كيفاش جاك التضامن ديال المغاربه مع الحاله ديالك؟ الصراحه كنشكرهم بزاف حيت وقفوا معايا وساعدوني، يعني خوتي المغاربه فهمتي، يعني حنا المغاربه لبعضياتنا وهمتي كنوش بعضياتنا، يعني كنبقوا مع بعضياتنا في الزوينه والخايبه، والحمد لله المغاربه فيهم يعني فيهم قلبهم المحنه، وكنشكرهم بزاف غتوقف معايا وتعاوني. بالنسبه للشهود اليوم واش جا؟ الصراحه ما جاوش الشهود، ما كانوش الشهود، داكشي علاش اجلوا وتا التقرير ديال الطبي فهمتي، الشهر الطبي ديال الاذن ديالي باقي ما خرجش، داكشي علاش اجلوا حتى نهار 15 في هذا الشهر. بالنسبه لك اليوم كتشوفي ان المشاغره ديالك يعني معتقله هي الزوج ديالها اللي كانوا كيعنفوا كيف ما قلتي، شنو الشعور؟ الصراحه وي تخاد لي شويه حقي وفهمتي، ويعني ما بقيتش مصدر هذا الشيء كله، فضل المغاربه اللي وقفوا معايا وفضل القضاء اللي تا هو يعني خد لي حقي، يعني جزء من الحق ديالي والحمد لله كنشكرهم بزاف، وانا تيقف في القضاء يعني غياخذ لي حقي الحمد لله. يعني لقيت يعني الاطباء وقفوا معايا، الدكتوره شي شرقاء كنشكر من المنبر يعني وقف معايا بزاف ودعمني، وحتى الجروب ديال اكدي طال يعني كلهم وقفوا معايا ودعموني، كنشكرهم بزاف من المنبر، كنقول لهم شكرا بزاف وعمرني هادشي ما نسى درتو معايا، وقفوا معايا وقفه اللي ما حتى واحد ما يقدر يوقف معايا، كنشكرهم بزاف. جات بصح؟ لا شي ما كاينش، يعني الخطاب كانوا قبل الشيء الواقع ليا، ولكن من بعد ما الشيء صراحه ما كاينش من وراء الحادثه ما كاينش صراحه. الغالي ديالي ملي ناخذ حقي وفهمتي، ناخذ حقي وفهمتي من هاد الناس اللي ظلموني بزاف، حيت عدوا عليا ماشي غير شويه، يعني حتى واحد ما كان يقدر يصبر في بلاصتي، ولكن الحمد لله انا ملي كان واحد الانسان اللي كان صبر والحمد لله ربي هو ما خيبنيش. خلينا نتحدث على شي تنازل، ما تنازل في هذه القضيه. لا الصراحه التنازل ما كاينش، عمر ما غادي يكون اصلا، ما تنازلش حقي يعني ظلموني بزاف، يعني ما نسمحش لهم، التنازل ما كاينش، واخا يطلبوا مني ما غاديش نتنازل لهم حقي. شنو تقدر تقول لك على الانسان دوك ماديا ومعنويا؟ صراحه كنقول خوتي المغاربه وخواتي المغربيات يعني شكرا بزاف حيت تعاونتوني وقفتوا معايا، يعني كتسولوا فيا يعني كل ساعه، اكثريه كاين شي حوايج شي ناس اللي كيسولوا فيا تقريبا شي مرات ثلاث مرات ربعه كيعيطوا ليا وكيسولوا فيا، كنشكرهم بزاف، كنقول لهم الله يعطيكم صحيحتكم وهانتوما الله يعطيكم داك الشيء تمنى وربي يخليكم. الصراحه كانت تقول لي بلي قالت تحقيق داك الشيء علاش كتخاف منا، كنقول زعما كتخدم في المخزن يعني تقدر ليا شي حاجه ولا داك الشيء اللي مخوفني، كنخوفني منه. شكرا.